دي احداد يا جماعه لو سمحتوا. دي احداد على روح المرحوم الله يرحمه، كان محتاج فياجرا. سفله سفله، مش عارفه ابدا فيديو بادب، مش عارفه ابدا فيديو بادب. اكشلي الفيديو ده ايدوكيشنال شويه، فالكلام العلمي هيبقى ممل، فانا لازم استخدم كلام جنسي عشان نكسر الملل. طيب عايزه اشير مع حضراتكم، والله اهلا وسهلا اهلا وسهلا، اشير مع حضراتكم كام تجربه علميه عملوها عن التفكير السلبي اللي احنا كلنا مستقيم فيه، عن راس القرد اللي كلنا بنروح نشمها، عن الحزن والنكد والنبد اللي احنا كلنا مستقيم فيه. وبيليف ات اور نوت، انت كده كده مصدوم، لان انت ما كنتش مدرك وما كنتش عارف ان العقل البشري الى حد ما بالسهوله كده اوتوماتيكلي بيلين توردز الاخبار السلبيه. Alright. وبيعملوا كده في الانتخابات، وبيعملوا كده في السياسه، وبيعملوا كده في الاقتصاد، وبيعملوا كده في كل حته في العالم، عشان خاطر المتخصصين النفسيين والعلماء النفسيين، عشان خاطر يعرفوا يتحكموا في ارائك ووجهه نظرك وميولك اتجاه شخص او ملل او 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 بليف ات اور نوت، وعمالين يعملوها مع ترامب بطريقه حساسه جدا وطريقه صريحه جدا. فور اكزامبل، هديكوا اكزامبل، معلش انا اسفه انا مش هتكلم كلام قليل الادب النهارده، انا عارفه ان انتوا كلكم نفسكم تسمعوا كلام عن الفياجرا وعن الجنس كالعاده، مايو جنس معكم ماخر سيتي والجنس. لا احنا مش هنتكلم على الجنس، انا بتكلم فياجرا او ستيرويدز، انه التفكير الايجابي محتاج مننا مجهود كتير ومجهود كبير، بليف ات اور نوت، ما بتجيش كده وانت قاعد على السيلفر بلاتر، بالذات احنا كعادات وتقاليد شرقيه وير مور برون اكتر للنكد والزعل والحزن والشغف والكلام ده كله as is، we're more prone ان احنا نشوف النص المتنايه بستين نيله الفاضي. يعني البتاعه دي مثلا، الكوبايه اللي احنا فيها دي، جابوا ريسيرش، عملوا السوشيال سايكولوجيست اللي هو شغلهم في الحياه وبيقبضوا فلوس قد كده عشان خاطر يراقبوا سلوكيات الناس، alright، عملوا كل انواع التجارب عشان يثبتوا لنا الثيوري دي والحلول بتاعتها، الحلول البسيطه جدا، قد ايه هي بسيطه وقد ايه مش عايزين ننفذها من كتر ما هي بسيطه، مش متخيلين ان الكلام ده مدفوع فيه، مدفوع فيه مصروف عليه. If I am to see، لو انا مثلا عايز افكر بطريقه ايجابيه هفكر بطريقه ايجابيه، ان الله انا عندي 10 لوزات، الله حلو خير وبركه، جمال 10 لوزات هيكفوني، ده الدايت بتاعي محتاج 7 لوزات بس، الحمد لله انا كده غنيه، انا معايا كميه اللوز اللي هتكفيني النهارده. ده مجهود انا بحاول اعمله لنفسي، مجهود ان انا اكتبه في ورقه وقلم، انا عندي 10 لوزات والحمد لله ده غدا النهارده وهيكفيني النهارده ان انا احط المجهود الفلاني في الجيم وانا بنتع وانا بعمل سكواتس من هنا عشان الامبوله تكبر من هنا، ال10 مزاد اللوزات دول حلو زي الفل الحمد لله عشان عليك يا رب، واخد بالك؟ فانا بكتبها في ورقه وقلم، وابحاث كتيره برضو بينت ان انت لما بتكتب الخير اللي عندك في ورقه وقلم كل يوم، يعني ورقه صغنونه كده وقلم صغنن، تكتبوا الخير اللي عندكم كل يوم، بيبين دايركت افكت على صحتك النفسيه بالطريقه الايجابيه، بيخليك خلال الوقت صحتك النفسيه تتغير بطريقه ايجابيه، مجرد انك تكتب او ريهرس ات او تحكيها لحد. عارفين ثقافه الحمد لله اللي انا نفسي يعني العلماء هنا عمالين يدفعوا فلوس وكاريرز ويدخلوا هارفارد ويعملوا كده، كل ده على ثقافه الحمد لله اللي انا نفسي نرجعها تاني ونعمل ناحيه تاني، ان احنا نحكي لاصحابنا عن الخير اللي عندنا، الحمد لله والله انا عندي 7 لوزات، ممكن ابص لها بطريقه تانية سلبيه اقول يا نهار اسود بص البتاع ده كبر ايه، هو ده اللي عندي بس، طب انا هعمل ايه، ده مش هيكفيني غير النهارده بس، هعمل ايه بكره بقى، هعمل ايه بعده، واجيب فلوس منين عشان اجيب اللوز، ما انا الدايت بتاعي محتاج لوز، طب ما هو ده اللي فاضل، طب ما انا لو اكلت 2 دلوقتي مش هعمل، تخيل السلبي. والعقل البشري لما بيقعد في الفكر السلبي بينتخ لمؤاخذه، بيبقى عامل زي كده الناس اللي هي عندها مشاكل جنسيه ما بيتحركوش، ما مش عارفين يقوموا يصحوا ويتنشطوا، بيضطروا يروحوا ياخدوا فياجرا، عشان كده بقول لك عشان تفكر بطريقه سلبيه هتضطر ان انت تاخد فياجرا ايجابيه، يعني somehow هتضطر ان انت تعمل مجهود كتير. وانا اسفه مفيش حبايه هتخليك تضغط الزرار عشان تعرف تفكر بطريقه ايجابيه، هي اختيار منك عشان تعرف تفكر بطريقه ايجابيه. وبالوقت الناس اللي بتقعد في الحاجات السلبيه كتير، لان الواحد اول ما بيفكر في فشل، فور اكزامبل الدكتوره اللي كانت بتتكلم من شويه دي، في بدايه الاسبوع بتاعها عملت ورقه الدكتوراه بتاعتها جميله وقدمتها، فرحت وكانت مصهلله وعامله دماغ 7 10 و14 والحاجات الكتير قوي اللي هي الدماغ الصهيصه اللي بنعملها كدكاتره،
ولا كمتخصصين ولا وبعد كده خدت الافكت بتاعها بتاعت حبوب السعاده، اتبسطت شويه، غنت ورقصت وعملت بوست على الفيسبوك، بصوا يا ولاد انا معايا ايه، هي الحمد لله، كليك كليك كليك، وبعد كده نزلت تاني للمود الطبيعي العادي اللي هو ما فيهوش انثوزيازم واكسايتمنت والكلام ده كله. بعدين قدمت ورق، بعد فتره قدمت ورقه تانية، بقت حياتها زي الخط المستقيم كده، خط في البدايه قدمت الورقه فطلعت فوق واتبسطت، وبعد كده نزلت عادي كانسان عادي في الليفل الطبيعي، وبعد كده قدمت ورقه تانية وقعت فشلت في الورقه، خسرت بوينتس في الورقه دي، زعلت، قعدت فتره طويله جدا في الزعل ده لان هي فشلت في الورقه دي، قعدت فتره طويله تحت، ده الخط الطبيعي، خط برلين الطبيعي، خط الطبيعي المنتصف اللي احنا المفروض نكون معتدلين فيه، وصعب ان احنا نوصل للاعتدال لان احنا بشر وعندنا شخصيات مختلفه وانكاونترز مختلفه، صعب ان احنا نوصل الحته اللي في النص دي. انا بوريها لكم خلال المود بتاعي، عشان كده بصور لكم 3-4 مرات في اليوم، في الوقت اللي انا اكسايتد فيه، في الوقت اللي انا داون فيه، في الوقت اللي انا كذا فيه. وساعات كتيره بتبقى الاكسايتمنت من حضراتكم، ساعات تانية بتبقى من حياتي الشخصيه لان انا برضو اتعودت عليكم، فببقى عايزه اخد فياجرا من حد، يعني انتوا بتدوني فياجرا دلوقتي، بعد فتره ببقى عايزه اخد فياجرا من تمريني، بعد فتره عايزه اخد فياجرا من حبيبي، بعد فتره عايزه اخد فياجرا من اختي، بعد فتره هبقى عايزه اخد فياجرا، ام بينج ذات سيريس، الفياجرا عشان المغزى توقف لي المود توقف لي المود الايجابيه، خد بالك. فالدكتوره دي لما خدت، حتى الدكتوره المتخصصه في الابحاث دي لما خدت الورقه بتاعتها فشلت ووقعت منها، قعدت تحت في الزعل وفي الحزن وفي الشغف شويه طوال زياده عن اللزوم، حتى لما قدمت ورقه ثالثه حلوه كان صعب عليها ترفع نفسها من الموضوع ده. عملوا ابحاث تانية عن السياسه او عن الاقتصاد او او او, أو. حتى في اكزامبل الانتخابات لما بيقدموا على ارقام الموتى حاليا، ناخد بالك لما يقولوا ترامب فور اكزامبل، جابوا تو ستاديز تو جروبس وعملوا عليهم البحث ده، قدم لهم المعلومه اللي هو ترامب عرف ان هو ينقذ حياه 350 مليون واحد، ترامب عرف ينقذ حياه 350 مليون امريكي، ترامب عرف ينقذ حياه 350 مليون امريكي، تمام؟ الناس بدات تحبه اكتر. خدوا جروب تانيه من الناس بيعملوا عليها تويست وتويك ولعب بالعقل، وقالوا لهم ترامب خسر حياة 100,000 واحد، ترامب خسر حياة 100,000 واحد، ترامب خسر حياة 100,000 واحد أمريكي. سمعوا كلمة خسر من هنا، ناس نسوا تماما ان هو ساعد 365 واحد، 365 مليون واحد، نسوا تماما ان في ارقام حلوة بتحصل، عشان ركزوا على كلمة الخسارة، عمل ايه وحش، عمل ايه غلط، سياسة الفضيحة بتعملوها في مصر طول الوقت لما بتحبوا تهزموا حد. فاكرين ايام مرسي؟ فاكرين ايام قبل مرسي؟ فاكرين ايام ما اعرفش ايه؟ لما بتحبوا، والاعلام بيعمل الموضوع ده بطريقه جيده جدا، لما بيحب undermine the power، تقلل من حد، تقلل من صيت حد، تقلل من حب الناس لحد، من شعبيه حد، بتبدا ترص له كل الحاجات الوسخه اللي عملها. لما الست مثلا بتحاول تكره العيال في ابوها، في ستات وسخه كده بتحاول تكره العيال في ابوهم، تمسك العيال من هنا وتقعد تقول لهم ابوكوا عمل وسوى وخسر وخان وضرب وشتم وعمل وعمل، هو ممكن يكون فعلا عمل حاجات دي فعلا، بس عمل حاجات تانية حلوه، فالعيال هتفضل طول عمرها فاكره الحاجات السلبيه، لانه السلبي احنا طبيعتنا، طبيعه الانسان ان احنا برون ان احنا نسمع الكلام السلبي ونقعد فيه. عشان نخش في الطريقه الايجابيه محتاج لحلحه، عشان كده هتلاقي مثلا الناس الرياضيه، الناس اللي بتتحرك كتير، الناس اللي بتحب تشتغل كتير، الناس اللي بتروح وتيجي وبتلف وتسافر وتعمل، الناس الحركه كده، الحركه الحرشه النخشه، بتكسب اسرع اكتر حياه ايجابيه، لان هي مش عايزه تقعد في الحته السلبيه دي كتير، لانه عشان تعرف تنقل عقلك من انك خدت خبر وحش وخبر سيء وانت اوريدي سايكولوجيا استكيت فيه، عايز تقلبه انه الخبر ده فيه منه الجانب الايجابي، عايز تقلب كده، لازم تعمل مجهود ذهني كبير، انا مسميها مجهود الفياجرا، لازم تدي نفسك فياجرا من التفكير في الطريقه الايجابيه. قلت لكم قبل كده الكتابه زمان من 5 سنين، الكتابه بالايد كده بالايد، اول حاجه بتقوي المناعه،
تاني حاجة بتخليك شايفة النعمة. تكتبي قد ايه نعمك اللي ربنا كاتبها عليكي والله العظيم. يعني to be honest يا جماعة، انا هشير معاكم الاكسبيرينس اللي انا بمر بيها او مريت بيها. انا وصلت مرحلة في حياتي المادية في حياتي المادية ان انا ببقى فوق وتحت قوي وفوق قوي وتحت قوي وساعات في النص والكلام ده كله. بس المرات اللي كل مرة بعرف ارجع فيها فوق تاني ماديا عشان يبقى عندي استقلال مادي وحرية مادية وراحة مادية، استخدمت استراتيجي بتاعت رياضة الفياجرا الإيجابية دي، إن أنا أفكر بطريقة إيجابية عشان أعزم الأفكار الكويسة عشان أعرف أبني وأفتح طرق لنفسي. أوكي، لما قعدت الأوقات الوسخة اللي قعدت فيها مع شطاني ووسوسة الناس ومع النكد والميزري نيدز كومباني، قعدت أعد قد إيه أنا معيش فلوس، قد إيه أنا مفلسة، قد إيه أنا رايحة في 60,000 داهية، قد إيه التفكير السلبي، البالونة السلبية اللي كانت في دماغي غطت على كل النعم اللي عندي اللي هتخليني اعرف اشتغل، كل السكيلز اللي عندي اللي هتخليني اعرف احطها في حته تانية، كل الامكانيات التانيه اللي موجوده عندي. ما انا عندي 60,000 امكانيات، بس انا بفكر في السلبي بس، انا بفكر في ريحه الخرا بس. انا مسكت لمؤاخذه راس القرد اللي قد كده، خرم راس القرد وعماله بشم فيه بس. طب ما على فكره ما في حاجات تانيه مميزه في القرد، يعني اشمعنى الحته دي بشم فيها؟ لانه سهل علينا ان احنا نفضل في الحته دي. واحد اتنين، لانه المعلومات لما تكون متقدمه لنا الحق الخبر الاسود. عشان كده بطلب من الامهات المصريه بالذات، لانه يعني في ستات كتيره بيحبوا يبداوا مكالمه التليفون بتاعتهم الحق اللي حصل، اول ما تلاقي المكالمه دي تعمل لها بلوك على طول. Alright، هنا بنبقى Hi sweetie، I have good news for you. You want to start with the good news or the bad news? Here's the good news. يعني في حسب بقى قوة تحمل الشخص الطبيعي والصح والنقد البناء. وي 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 وي. إن هو okay، the good news is إن إحنا معانا 10 لوزات. الجود نيوز إن ال10 لوزات دول هيكفونا لتمرينة النهاردة وهنعمل واحد تمرينة حلاوة. الجود نيوز إن كذا كذا كذا. ايه الباد نيوز؟ والله هي مش باد نيوز قوي، احنا بس بكره مش عارفه هنجيب اللوز منين، بس احنا النهارده لو شدينا حنا هنعرف نجيب اللوز عشان هنعرف نتكلم مع التاجر الفلاني ونعمل معاه ديل. لكن في نسوان فقر بقى بعد الشر عليكم منهم، اللي هو ايوه يا حبيبي انت ما معناش غير 5 لوزات النهارده، وطبعا هم 10، لا بس هتسخطهم قرد. 5 لوزات النهارده، جاتك 60 خيبه، مش عارف تجيب لي لوز النهارده عشان اعرف اخد بالي منك، امال انا هجيب منين؟ ده احنا بكره مش هنلاقي اكل بكره. وحاجه بص، غير عتبه بيتك على طول اول ما تلاقي النسوان اللي زي كده، غير عتبه بيتك. لانه I told you guys، والله العظيم I've tried it so many times، ويمكن ربنا خلاني امر بالحاجات دي كتير عشان خاطر اعرف النو هاو. بقت فاني حتى والدي قبل ما يسافر، قبل ما اسافر من مصر وكده، بقول له لان كل واحد كان جاي على ولايه، سو اخر حاجه قلتها له هو انت مش خايف عليا؟ قال لي لا. انا شفتك كذا مره بتبداي حياتك من اول وجديد، انت تعلمي الناس ازاي يبداوا حياتهم من اول وجديد، تعلمي الناس ازاي يعملوا فلوس وازاي يستقلوا وازاي بتاع. طب مش خايف عليا من الرجاله؟ وانا يا شيخه تنيد، انا خايف عليهم، خايف عليهم وهم منك. لانه شافني وقعت وقمت، وقعت وقمت، وقعت وقمت. خلال كل مره الواحد بيقع فيها انا بحط مجهود ذهني، باخد فياجرا في دماغي ايجابيه عشان اعرف اوكي طريقه الاومان ازاي. واهم اهم 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 قران، بايبل، انجيل، اهم طريقه من طريقه ان انت تنهض تاني وتقف على حيلك وتبقى قوي، ها، انك تفكر بالطريقه الايجابيه. والطريقه الايجابيه محتاجه رياضه كتير، محتاجه انك تاخد كل انواع الفياجرا وكل انواع الستيرويدز الطبيعيه عشان تعرف يبقى ادائك للمؤاخذه ايه في الايجابي كويس. يعني دمتم طيبين ودمتم بخير. انا حاولت قد ما اقدر اسفل عشان خاطركم، عشان عارفه ان انتوا بتحبوا السفاله وما بتحبوش الكلام اللي هو العلمي اللي هو الممل. however بس عشان خاطر الدكاتره الجامعه اللي بيقعدوا في مصر ساعات كتيره، جامعه عين شمس وجامعه مش عارفه، بيبقوا الشباب عايزه تستضيفني عشان ابقى سبوكس بيرسون معاهم، موتيفيشنال سبيكر والكلام ده كله، بيبقوا الدينز والناس الكبيره في السن شويه خايفين مني، لانه فاكرين ان انا اخش لهم بالمايو واقلع ملط واقول للعيال تعالى احمد يا عمر. اكيد لا، ده لغه وده لغه، الفيسبوك حاجه واليوتيوب حاجه والحرم الجامعي حاجه تانية. بس هيبقى ممل لو اتكلمت زي ما انا في لبس الحرم الجامعي والبدله والاسلوب الكذا المهيمن المهذب الكلام ده كله. الكافيه حاجه ثالثه، الكونفرنس اللي هتبقى مع الرئيس مثلا، يا نهار اسود تخيل. كان صاحبي يقول لي محمد نشأت، يقول لي بصي تعالي معانا مؤتمر الشباب بتاع الرئيس، بس البسي كمامه زمان قبل ما يكون في كمامه، ابوس ايدك ما تفتحي بقك. ان هو
ما اقدرش ما اقدرش، ده انا بحبه اصلا. هتلاقيني رايحه له حياه امك على حضنك. So again يا جماعه، التيك اواي بليز، ابداوا بالاخبار الايجابيه، اتكلموا عن الاخبار الايجابيه بس، عدوا الحاجات الحلوه اللي عندكم، عدوها في دماغكم، عدوها في ورقه وقلم، اتكلموا عنها، قولوا الحمد لله عليها. مش وحش ان احنا نستخدم السوشيال ميديا ساعات، نقول الحمد لله على النعم اللي عندي عشان نشجع الاخرين على كده، مش عشان نقول له بص انا معايا ايه، بص اصل انا جبت الرينج روفر وجوزي جاب لي الحوت الازرق، عشان الحوت الازرق بيساعده على فاهم، وانتي ما جبتيش كده ليه يا نوح؟ ايه يا نوح انت مش عارفه تجيبي الحاجات اللي انا بجيبها؟ طب كليك بقى، خلينا مغيظك يعني ايه، ان هي بتبقى واضحه حتى في البوست، احنا بقينا حرشين بعض جينا، نساعد بعض جينا كده عشان كلنا في البانديميك مع بعض جينا، ما نقهرش بعض جينا. بصوا الملايه اللي ورا دي ب$4، اقسم من والمارت ب$4، ارمي ملايه زرقاء فوقيها ملايه واحده وسلامتها محاسب، والمنظر بقى ايه، استوديو ده فل، فاضل لي شويه اضاءات، في ضغط تحت كده جنب سجادة الصلاة عشان اعمل المود كده برنسة مع نفسي. كله ب$4 ماشي حالك. سلام.